في بعض اللعيبه ما بتبقاش في مستواها، ارجوكم بالراحه عليهم، ارجوكم، لانه ما فيش لعيب عايز يبقى وحش. يعني اللعيب عايز يبقى احسن حاجه في الدنيا عشان الناس كلها تطلع تسقف له. ارجوكم نفضل في ظهرهم، لانه ان شاء الله اللعيب اللي النهارده مش موفق بكره هتلاقوه موفق وله دور مهم وكبير. الكلام ده انا اتعلمته من مين؟ من حضرتك، من جمهور النادي الاهلي، انه في بعض الاوقات الفرقه محتاجه ان انت تقف في ظهرها بس، حتى لو في بعض الاداء المتذبذب، ولكن لا، نقف في ظهر فريقنا لغايه يوم 18 اغسطس، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونحتفل جميعا بالدوري العام المصري.